يا عباد الله، كيف يعرف العبد خير الخيرين؟ كيف يعرف العبد خير الخيرين؟ يحتاج إلى علم. وكيف يوازن؟ يحتاج إلى عقل. وإذا كبر المصلي لصلاة النافلة مثلاً وأقيمت صلاة الجماعة، فإنه يقطع النافلة ليدرك أعلى المصلحتين وهي الجماعة. وإذا كان تثليث الوضوء يذهب بتكبيرة الإحرام أو يفوت صلاة الجماعة، فيتوضأ مرة مرة ليلحق صلاة الجماعة، لأن مصلحة إدراك الجماعة أعلى من تثليث الوضوء. تثليث الوضوء سنة، والإتيان بمرة واحدة في الوضوء يجزئ، ومصلحة الجماعة أعلى من مصلحة تثليث الوضوء. هذا فقه. وإذا تعارض الأمر بين الركن والمسنون أو الواجب والمستحب، قدم الواجب. ولذلك من الفقه، إذا دخل المأموم في أثناء قيام الإمام للقراءة متأخراً عن أول الصلاة أو أول الركعة، فإن من الفقه أن لا يقرأ دعاء الاستفتاح، لأن الإمام سيركع بعد قليل، ومصلحة قراءة الفاتحة أعلى من مصلحة دعاء الاستفتاح. ولذلك إذا كبر بدأ بالبسملة والفاتحة مباشرة. وإذا تعارض قضاء الدين مع صدقة التطوع، ماذا يقدم؟ قضاء الدين طبعا بلا ريب ولا شك. وهكذا لو تعارض فرض العين مع فرض الكفاية، يقدم فرض العين. كمن عنده نفقة تكفي أهله فقط، فكان هنالك جهاد على الكفاية، إنفاقه على أهله فرض عين عليه، من الذي سيقوم به غيره؟ هذه زوجته وهؤلاء أولاده، فسيقدم الإنفاق على الزوجة والأهل على الإنفاق والخروج في سبيل الله إذا كان على الكفاية، ليس فرض عين. ولو تعارض عمل المرأة مثلاً مع عمل المرأة في الدعوة إلى الله مع حق زوجها وأولادها، ماذا تقدم؟ تقدم حق الزوج والأولاد، لأنه فرض عين عليها، وقيامها بالدعوة إلى الله والخروج إلى أخواتها أو إلقاء المحاضرات فيهن هذا فرض كفاية، ليس واجبا عينيا عليها، ولذلك تقدم حق الزوج والأولاد. فالذي لا يفقه الفقه الشرعي الصحيح يمكن أن يقول هذا أعظم الدعوة عظيمة، وهذه فراش الزوج وأكل الأولاد. لا، حق الزوج والأولاد هنا فرض عين عليها، فستقدمه على ذلك الأمر. الأمومة رسالة لا تقبل المزاحمة. هل دائما معرفة خير الخيرين واضح جدا؟ الجواب لا، قد يختلف فيه أهل العلم أنفسهم، فتصبح القضية فيها دقة شديدة. لو دخلت المسجد والمؤذن يؤذن لخطبة الجمعة والإمام على المنبر، فهل تقف وتردد مع المؤذن ثم تصلي ركعتين ولو فاتك شيء من الخطبة، أو تصلي الركعتين لتلحق الخطبة من أولها وتفوت الترديد مع المؤذن؟ هنا ما هو أعلى الخيرين وخير الخيرين؟ الترديد مع المؤذن أو إدراك أول الخطبة؟ من العلماء من قال إدراك الخطبة من أولها خير وأعلى أفضل، ف يفوت سنة الترديد مع المؤذن ويصلي ركعتين مباشرة ليلحق الخطبة من أولها، والخطبة واجبة.
ومنهم من قال كلا، الترديد مع المؤذن مأمور به فقولوا مثل ما يقول، وسماع الخطبة مأمور به، ولكنه إذا فوت سيفوت أول الخطبة ويقوم بهذا المأمور به وببقية الخطبة المأمور بالإنصات إليها، فهنا الجمع أحسن. إذا منهم من يقول إنه يمكن الجمع، ومنهم من يقول إنه لا يمكن الجمع بين المصلحتين، ومنهم من يقول هذه المصلحة أعلى، ومنهم من يقول هذه أعلى. إذن القضية حتى في بعض الأحيان حتى عند أهل العلم أصحاب العلم والعقل عندهم فيها نقاش وعندهم مفاضلات.